اول شيء راح احط لها الفيس ماسك من توب فيس. طيب اعشق البرايند وانتم تعشقونها اكثر مني بعد. بحط على كل وجهها بهذا الشيء الشكل وببدا على طول ميك اب. هي راح نبدا اللي هو ابغاك تغمضين وبحط لك الكونسيلر. طيب راح استخدم بنات الكونسيلر حق توب فيس، بس بحطه على نتفة على الجفن حقها. غمضي، مسحه بس شيء بسيط بهالشكل وبحطه كذا. شوفوا اعطاني بس تغطيه خفيفه ووحد لي لون العين زي ما انتم شايفين، شيء مره بسيط. بعدها لازم ابدا اثبت اللي سويته انا بلوز باودر. طيب راح استخدم اللوز باودر حقتهم الصفراء. بنات حرفيا شيء بسيط ابسط من اي شيء في الدنيا، بس اوحد لها اللون ويصير لما احط الاي شادو يطلع مره حلو ويشيل اللون الرمادي اهم شيء. فيكتر مره ثانيه. طيب وبس رشه كذا على العين يشيل شكل الباودر. والحين ببدا بالاي شادو. انا مفكره اسوي لها غامق، فودي اليوم اسويها رمادي. ديما ودي اسوي لك رمادي مع اسود، ايش رايك كذا اي لاينر طرف؟ طيب النار تحبين كذا مره جوي داخل عينك كحل بعد يطلع حلو علي. واحس ودي احط، عرفتي اللي هنا جراي وهنا جراي وبالنص فاضي. ايوه عرفتي هالستايل؟ اي 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 بيطلع عليك حاجه. انا سوينا المره الاولى السمبل وكذا. خذيت اللون الرمادي غمضي ديما، باخذه وبحطه على مدمع العين بهالشكل وادمجه. طيب وباخذ الجهة الثانية اللون الرمادي طيب، وهنا ببدأ أدمجه نفس الشيء. طيب وبسحب لها على فوق. بنات ما أبغى مرتب، بس كذا أبغى مسي. أوكي راح استخدم الايلاينر حقهم هذا اللي برا، داخل العين بكحل العين. اوكي ركزوا معاي بنات مره كويس، احتاج تكحيله عين حلوه. حلو عادي اي كحل تحبينه. وبكحل لها جوا العين بشكل مره عفوي ما يكون مره مرتب. اوكي افتحي. حلو عليك، اشوف شوفيني شوفي فوق. عين من جوا بهالشكل يجنن عليك، يجنن. اشوف شوفي فوق، اسحب لها سحبه خفيفه بس هنا مبدئيا عشان اعرف من وين ارسم الاي لاينر بهالشكل. اوكي شوفيني واو. يلا نجي الحين ناخذ الاي لاينر ونبدا نرسم لها الرسمه. هذا هو الاي لاينر خيالي سوادة 10 من 10، ريشته ولا غلطه. شوفيني ابغى اركز لان عينها العظمة بارزة، فبسوي لها بس طرف ويكون عريض ومسحوب. اوكي شوفيني. اوكي خلاص عرفت. غمضي. شوف افتح ناظريني. ايوه شوفوا بنات الرسمه ياخذ مو العقل. شفتي ابوه خذا اشوف حلو عليك يا بنت اللذينة جنن. الحلوة اللي اعشقها واموت فيها اللي هو فونديشن اعشقه 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 اعشقه. قولي اعشقه شي مره اضربيها في اثنين مو بعادي ياخذ العقل. البنت مصدومه. طيب ياخذ العقل حقهم هذا احلى من احلى الفاونديشنز اللي ممكن تجربونها. مره حلو وصحي كميه، يعني صدق صدق حرفيا صحي بشكل مو بعادي.
وما في تحسين كذا. حتى تخيلوا لما اكثر منه طبقات او احط مثلا منه، عارفه لما تزيدين تبين فول كفر، هو يسوي فول كفر بس ما تحتاجي المليون طبقات. لا مو على، تخيل ما ازيده ما يكتل، والله ما يكتل. وبعد نفس الشيء سعره مره حلو، يعني هذا من اقدم الاشياء شاية اللي استخدمها. اي صدق مره قديم. بنات ترى ما خلصت العين لسه، يعني العيون ما خلصت، بس هذا تاسيس للعين عشان ببدا. اوكي وباخذ الفاونديشن فول كفر. طيب ببدا احط لها اياه، ما عليكم الكميه بس بتشوفون قد ايش مره طبيعي، مره 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 طبيعي. انت قلتي تحبين بس الكونسيلر صح؟ يعني ايه، ما احب احط في الميك اب وانا طالعه لانه ردي بالجرسات كذا. اوكي ديما تجربين هذا توب فيس. توب فيس الحين هذا بقى ترى سمعت عنه واجد. وين سمعت عنه؟ يعني اونلاين ان الناس يتكلمون عنه كويس وحلو، انه بديل ارخص بعد حق براند يعني معروف. انت تحبين ميك اب مره عشان كذا يعني. شوف الحين ببني بحط طبقه ثانيه، شوفوا الكميه اللي قاعده احطها. وعادي بتخليكم في ام الوجه اصلا، مبين يبين لكم اذا يعني تحسونه كان مكتل ولا لا. دمجه شوفوا، انا بالعاده الجبهه هي اللي تحكم ان الفاونديشن حلو ولا لا. شوفوا طق ولا قلبت رمادي ولا كتلت. شوفوا مره الفينيشينج 10 من 10. نجي عند كونسيلر تحت العين، نفس الشيء راح استخدم حق توب فيس. شوفيني اوكي بما انه هنا بس بغطي الاثار، بما ان اللوك كذا تحس انه ثقيل فبكثر لك عادي الكونسيلر. شوفيني باقي البشره بيرفكت. اوكي يلا ببدا الحين ادمج. تحت العين عشان ما اخرب الفينيشينج. شوفوا كيف مره الدمج حقه ياخذ العقل. تحت العين عشان ما اخرب الفينيشينج باخذ اسفنجه وبقطر فيها. شوفي فوق احسن عشان وشو الكحل ما يحوس مع ال شو اسمه ال الكحل ما يحس لي هذا. او ماي جاد اسمعي مو بعادي، شوفوا كيف تكفون، شوفوا كيف طبيعي مره حلو عليك مو بعادي، صدق مو بعادي. تحمست اشوف. طبعا شغلنا اللايت اول مره في حياتي تغرب الشمس علينا، بس عادي قلت اخيره فيها خيره. بنكمل اللوك. طيب الفاونديشن ياخذ العقل، شفتوا كيف الفينيشينج خرافي. باخذ البرونزر. طيب لفي. تدرين اول مره احط اشغل لايت صح؟ والله انت بالعاده التوتوريال احس تحبون اللايت صح؟ مو بس لايت، تحطون اضاءات و... لا انا احب اضاءه الشمس، يعني اضاءه الغرفه حتى مو الشمس، الغرفه الروم احس يعطي احلى. حطيت لها برونزر. اوكي باخذ لها بلاشر. الحين بحط لها هذه الدرجة المشمشي. لفي علي. بحط لها هنا وبحطها هنا. العين لسه ما خلصت بنات. هالشكل. بحط لها لوز باودر نقطة. نظف لي يجنن. انا منهاره على الفينيشينج. يا ليت يا ليت كانت اضاءه طبيعيه، بعد اضاءه احلى. الحين بحط لها نفس الدرجه الرمادي. شوفي فوق بدمجه مع الاسود. اوكي بنات بقول لكم شيء. شفتوا هذا المكان الفاضي هذا اللي هنا، هذا ما راح احط الحين ماسكارا، يعني ما راح احط عليه ايلاينر ولا شيء، فبتشوفونه كانه مقطوع. عرفتوا لين ما يخلص انا يعني بس بعبي لها بنات الفراغات مو كل الحاجب، وبفتح لها نقطه الحاجب نقطه بس شيء بسيط هنا بعد وهنا.
وبرفع لها يا الحين بالمسكرة. تقول ان هي هذه المسكرة my favorite المايكي. my favorite لان انا حواجبي اهم شيء في وجهي يعني ايه. مرة اهتم ايش احط وما يثبتهم شيء مستحيل يعني حاولت ايه. بس هذه عادي انام واصحى ولسه ثابتة تراها مرة قوية صدق تحطينها كل يوم يعني ايه كل ما اخلص أنا أحسها ما شاء الله يعني مرة قوية لدرجة أحسها يعني فهمتي مو حقت كل يوم أنا أهم شيء عندي حواجبي يعني عادي ما أسوي أي شيء بس حواجبي طب سؤال الحين تحطين مسكرة أنت وكذا هذه قوية تعتبر أي شوفوا كيف ثباتها ترى يخوف ثباتها على فكرة أنا شعري ترى أيوه عشان كذا أنت حابتها دايم أي لأن مو أي شيء يثبت المسكرة العادية ما تثبت معك صح؟ نو واي شوفوا كيف الحاجب يجنن عليها تحط هي مسكرة شفتي لي المكان الفاضي اللي في النص ركزي لي عليه عشان يتعبى وبحط لك رموش طرف بيطلع مع سحرة العين يا خبر عادي كيف بس كم شعر عرفتي أشوف لها رموش حلوة أنا أموت في الرموش الطرف صديق مرة حلوة كتري أيوة بالضبط شوفوا بحط لها رموش طيب ما قد جربتها صراحة بس أحس وطلع عليك حلوة ما راح أخذ اللي بالطرف بأخذ اللي في النص لأن هي أصلا مقطعة فصايرة عرفتوا مقصصة وخالصة مو كاملة مع المسكرة وبجرب أحط لها الرموش غمضي عشان تطلع حلوة لا تفتحين لا تفتحين لما تنشف اوكي بس طرف واو عليك احس 10/10 لا تفتحين لما يخلص اوكي احطها الحين الداينر طبعا بختار لها درجات البني اللوك حقي شوفوا هذه الدرجه نود على بني اول شيء بحط لها على كل شفايفها بخليها نود 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 وش عليها ولا غم طيب يبغالك الحين بس هايلايت ولا نخليه مطفي ايش رايكم بنات اشوف بس برفع لك اياها باخذ لها الروج حق توب فيس نقطة بوريكم أي واحد بس تجيبه هذا هو استخدمت لها الدرجة فقط كذا في النص بعدين ببرش شوفيني ديما ودمج دمج دمج بعد Thank you.